السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم كاطو خفيف ظريف باللوز، ما يحكمش الوقت بزاف وما فيهش لي زانغريديون بزاف. يلزمنا غير لا ميم كونتيتي تاع اللوز، لا ميم كونتيتي تاع سكر غلاس. لا درتو 500 ديرو 500 غرام، لما درتو كيلو ديرو كيلو، يانسي دو سويت. وشويه بياض البيض يعني البلون دوف، وحبيبات نتاع اللوز بهم بقشورهم، سي تو. الوغ انا غربلت اللوز و سكر غلاس، ومن بعد نزيد عليه البلون دوف ونخلط بالعقل. الوغ بور دي ريزون تكنيك كان عندي لي طرابو في الكوزينه و شونجمون دوبيراتور انترنيت، ما قدرتش نبوستي اون فيديو نهار الاثنين، مي بربي ان شاء الله مخلوفه. نحط اون فيديو زايده ان شاء الله السمانه هذه قبل السبت، جي سيغي. الوغ لهنا زدت ان بوشون، بيتي بوشون داموندا مير، ودرك نزيد بشويه البلون دوف نتاعي. البلون دوف لازم يكون بحراره المطبخ يعني على تمبيراتور امبيونت، نزيد بشويه بشويه. كي نسخس لهنا ني سخسيت في البلون دوف، نجيب دو بلون دوف من الفريغو ونخدمهم هكا بيدي باش يسخنوا قبل ما نحطهم في لاباط. الوغ الكاطو هذا يجي معلك ويجي بنين ويحمر الوجه. تقدروا تفطروا به، تحطوه في الصينيه نهار العيد. احنا عندنا بلي العيد هذا عيد تاع اللحم، للناس اللي رايحين يعيدوا، باسكو حنايا لهنايا فرنسا ما حناش حنعيدوا. المهم نديروا على الفال على العاده باش ما نبرديوش لي تراديسيون تاعنا. وربي يعم بالو بشي اللي صاير كله، وربي يرفع لنا البلاء هذا. المهم قلتكم يجي بنين وخفيف وفي السعيد دار. انا درته في الليل اللي تي 21 اور كي درته. شوفوا لاباط اللي تحصلت عليها، هي تكون تكوري في اليدين بصح حاكمه روحها. درك ندير في لابوشا دوي، لابوشا دوي تاعي تيسو ودوبلتها من داخل avec une poche à douille en plastique. اللي ما عندهاش لا بوشا دوي دير المحقن تاعنا تاع بكري تاع الكاطو، تحط وتبليدها في الماء وتلد على هذيك لاباط حتى تخرج لها دي غوزاس. alors toujours on prend un petit peu de pâte نديرو بها نحكمو بها البابي سولفوريزي تاعنا. ولا هنا تبدا الخدمه تاع الكاطو، لهنا راحين تخدموا لي موسكل، راحين تخدموا لي بيسبس نتاعكم، لانه لاباط يابسا يسمى ما تجي تخرج غير بالسيف، وشي هو لازم تخدم هك. الوغ انا راح نكمل البلاطو تاعي كامل، ومن بعد نحط فوق هذا الكاطو هذا اللوز، ومن بعد راح نخليه روبوزي اون اور اليغ ليبر باش يشيح، باش كي طيب ما يهبطش يبقى حاكم روحو. هذا هو السر نتاع هادو لي بيتي فور هادو او زاموند، يجوكم كوم سو دو باتيسري دو لا باتيسري لي تشريوها من برا كيف كيف. الوغ عم بالي بلي كان كاين بنات اللي داقوها عندي هاد الكاطو، اذا ممكن يخليو لنا التعليق تاعهم هكا الناس كل تقدر تقراه رايهم في الكاطو، و اسك عجبهم ما عجبهمش. وميرسي دافونس، شكرا مقدما مسبقا. فوالا نكمل انايا. الوغ درت انا اون دو فوا، جاوني 3 بلاطو يعني 2 بلاطو بيان رومبلي وواحد شويه ناقص. هم يبانوا لكم لي غوزاس مش قد بعضاهم، هو سي ان في دوبتيك بكل قد بعضاهم. درك الحبه تاع اللوز ما درتهاش كومبليت، قسمتها على زوج لانه الحبيبات تاعي درتهم صغار. انتي واش تحبي؟ تحبي ديري كبار، تحبي ديري غوزاس، تحبي ديري ان بودان، تحبي ديري واش تحبي ديري ديري. المهم انا جو بريفير كوم سا، والله اعلم. سي اون غوسيت فاسيل، واحد ما عندوش القنا باش يدير حوايج بزاف، هذا مع شوي مقروض وخلاص على الفال على العاده. فوالا هم لي بلاطو تاعي. سخنت الفور تاعي على 180 دوك ناتلكم. وكي تطيبوا هذا الكاطو هذا لازم غير يشيح نحيوه، هو يبان لكم مازال ما طابش بصح كي تخرجوه من الفور يعني 7-10 مينوت ماكسيموم على 190 مينوت، يعني بالجهد 7-8-9 يعني كي تجهلو 10 مينوت نحيوه. لازم يطيب هكا صفر ويطيب، ما تنحيوهش من البلاطو حتى يبرد تماما.
وها هو الجاتو تاعنا بالصحه والراحه، تفطروا به ولا تحطوه في السنيه تاع العصر، اروعه يتعلق بصحتكم. وهذه لا غوسيت تاع اليوم، ونقول لكم انا السلام عليكم، بورتيو بيان، ربي معكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.